يقول: أفتى أحد العلماء المسلمين بجواز فوائد البنوك، وقال إنه إن البنك يأخذ الأموال من العميل ويقوم بنيابة عنه في إدارتها والدخول في مشروعات كبيرة تعود بالربح عليه وعلى البنك، فهل هذا يجوز؟ نعم، أفتى بعضهم بجواز الفوائد الربوية، لكن الرسول لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خله يفتي بما يريد، لكن الوعد أمام عند الله سبحانه وتعالى.